أهلا بكم أعزائي المشاهدين في جولة سريعة وجديدة مع أهم ما كتبته الصحف العربية. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام الفلسطينية التي كتبت تحت عنوان متعاطفون مع الفلسطينيين يستهدفون عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية. استهدف متعاطفون مع الفلسطينيين عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية فيما صار هجوما إلكترونيا سنويا ضد إسرائيل، وتم غمر المواقع الإلكترونية الحكومية الرئيسية بطلبات الدخول، ما تسبب في إبطائها بصورة كبيرة دون أن تتعرض للانهيار، فيما أوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الهجمة ألحقت بمواقع الإنترنت الإسرائيلية أضرارا ملحوظة. من صحيفة الأنباء الكويتية أقرأ لكم تحت عنوان مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار خليجي حول اليمن اليوم. قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. ومن صحيفة الشرق الأوسط أقرأ لكم تحت عنوان هجوم مسلح يستهدف دورية عسكرية بغرب تونس. قام مسلحون مجهولون بمهاجمة وحدات من الجيش التونسي أمس الثلاثاء، وتبادل الطرفان إطلاق النار بالقرب من وسط غربي تونس، وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في كمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية في صبيطلية من ولاية القصرين غرب على الحدود مع الجزائر. حكومة بغداد تعلن اكتشاف مقابر جماعية في تكريت، جاء هذا العنوان في صحيفة العرب اللندنية التي كتبت. أفادت مصادر أمنية عراقية بأنه تم العثور على عدد من المقابر الجماعية في مجمع القصور الرئاسية لعراقيين قتلوا على يد تنظيم داعش في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين خلال سيطرتهم على المدينة. يذكر أن تنظيم داعش أعدم مئات المتدربين والطلبة والعسكريين في قاعدة سبايكر عندما فرض سيطرته على تكريت منتصف شهر حزيران الماضي. وقالت مصادر أمنية إن سبب إعدامهم يعود إلى خلفيات طائفية. من صحيفة النهار اللبنانية أقرأ لكم تحت عنوان نتنياهو يريد أن يشمل الاتفاق مع إيران قدراتها الصاروخية. واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاده لاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران، وقال إنه لا يشمل ترسانة طهران للصواريخ طويلة المدى. وتساءل نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر لماذا لا يتناول الإطار برنامج إيران للصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي هدفه الوحيد حمل الرؤوس النووية، كما طالب نتنياهو بأن ينص الاتفاق مع طهران على اعترافها بحق إسرائيل في الوجود. إلى الصحافة المصرية ومن صحيفة المصري اليوم أقرأ لكم تحت عنوان الحكومة تعلن طوارئ شم النسيم. أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات شم النسيم، حيث كثفت الأجهزة الرقابية بالقاهرة والمحافظات من حملاتها الموسعة لضبط الأسماك الفاسدة، فيما يتوقع أن يكون هناك ارتفاعا في الأسعار من 20 إلى 25% مقارنة بالموسم الماضي نظرا لانخفاض الكميات المستوردة وارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى زيادة أسعار السمك عالميا. مشاهدينا انتهت جولتنا مع الصحافة العربية، كل الشكر لمتابعتكم وإلى اللقاء.